Honor 10i أحد أفضل أجهزة الفئة المتوسطة صاحبة السعر المعقول والإمكانيات الممتازة. نشوف شو جوا العلبة. Honor 10i باللون المتدرج الأزرق المائل إلى البنفسجي. غطاء لحماية الهاتف. دليل التشغيل السريع. شاحن الجهاز من نوع مايكرو USB. سماعات عادية مثل ما عودتنا هواوي على هذا الستايل المتدرج بالألوان. بيمتلك 10i على 3 كاميرات خلفية تدعم الذكاء الاصطناعي AI بدقة 24 8 و2 ميجا بكسل على التوالي. أما الشاشة فبتستحوذ على 83% من الواجهة الأمامية بحجم 6.21 إنش بدقة Full HD Plus، وبالإمكان اختيار خيار Smart Resolution لحفظ الطاقة. كثافة الألوان بتوصل ل 415 بكسل بالإنش الواحد، والكاميرا الأمامية بتصميم الدمعة وتصل إلى دقة 32 ميجا بكسل. الأونر 10i مصنوع من البلاستيك والتصميم جيد، حيث يحتوي على مستشعر البصمة بالجهة الخلفية، والحواف الجانبية بتحتوي على زر رفع وخفض الصوت مع زر التشغيل. منفذ الشحن للأسف ما زال من نوع مايكرو USB، ومنفذ السماعات أو الهيدفون جاك 3.5mm لسه موجود. نعمل تست للبصمة. نجرب. سريع. نجرب نظام التعرف على الوجه كمان. سريع. حبيت. ومثل ما شايفين فالذاكرة التخزينية بتوصل ل 128 جيجا بايت، وبالإمكان إضافة 512 جيجا بايت إضافية عن طريق المايكرو SD بدلا عن شريحة الهاتف الثانية. أما الذاكرة العشوائية فهي بسعر 4 جيجا بايت. الكاميرات تدعم الذكاء الاصطناعي ونمط التجميل وغيرها. نمط العدسة الواسعة هو مركز اهتمام المستخدمين حالياً، لهيك حنجرب ناخذ فيه كم صورة. نجرب التصوير الليلي. وناخذ صورة عادية. مقارنة بالسعر فبعتقد انه الصور جيدة، خاصة بنمط التصوير الليلي والنمط العادي. تسجيل الفيديو جيد كما عودتنا سلسلة هواتف الأونر، فهو بدقة Full HD بالإضافة إلى دعمه لخاصية التصوير بالزاوية العريضة. وبالإمكان طبعا تسجيل فيديو بدقة Full HD 60 فريم بالثانية، بس هاد حيخلينا نستغني عن التصوير بالزاوية العريضة. جرب الكاميرا الأمامية. جيدة مش بطالة. نجرب نمط البورتريت. والفيديو بالكاميرا الأمامية بيوصل لفول اتش دي 30 فريم بالثانية. المعالج من نوع هاي سيليكون كارن 710 بثمان أنوية، ونظام التشغيل هو أندرويد 9 باي. أما معالج الجرافيكس فهو من نوع مالي جي 51 MP4. وجهاز الأونر 10i بيدعم ميزة الجي بي يو تيربو 2 للحفاظ على تجربة لعب جيدة، فبتعطي معدل إطار ثابت عند انخفاض أو نفاد البطارية صاحبة 3400 ملي أمبير، واللي بتدعم خاصية الشحن السريع. Honor 10i بيدعم البلوتوث 4.2 وبيجي بألوان متدرجة، والسعر أكثر من مقبول 999 درهم أو ريال. بالنهاية الأونر 10i بيجي بتصميم جميل بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية بأداء أكثر من مقبول، بس للأسف منفذ الشحن مش من نوع USB Type-C، وواجهة المستخدم EMUI لسه مش بالمستوى المطلوب. بس بهي المواصفات السعر جيد جدا. انتو خبروني بالتعليقات شو رأيكم بالهواوي Honor 10i، وهل بتنصحوا فيه، وأي جهاز ممكن يعوض عنه. إذا عجبكم الفيديو فلا تنسونا من اللايك، واشتركوا بالقناة، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. شوفكم الفيديو الجاي. سلام.